عندنا الهرقمة. الهرقمة اللي هي الكوارع. الكوارع بتاعتي حاجة رائعة الصراحة، مين ما بيحبش الكوارع غير نادرا كده لفتات بسيطة. الكوارع دي بتتعمل ازاي يا زوزو؟ هقول لكم بتتعمل ازاي. كوارع عندي اول حاجة، احنا ما بنسلقش الكوارع في المغرب، كوارع لا تسلق، بتتقطع جزل، بنسيبها بالعظم بتاعها، ما بنخليهاش خالص، بتتساب بالعظم بتاعها. طيب قبل ما نقطعها بنعمل فيها ايه؟ بناخد الكارع بنغسله كويس جدا وننظفه كويس جدا ونعديه على البوتاجاز لافف داير ما يدور عشان نحروق كل الحاجات دي ونقفل كل المسام اللي هيطلع لي منها الريم اللي انا مش عايزاه. بعد كده اخدها بالفرشه كده وادعكها كويس جدا، تتغسل حلو قوي وتبقى عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، نظيفه بتلمع بتبرق وحلوه قوي. عندي بصل شرايح، عندي سمنه مغربي، عندي كزبره وبقدونس، حزمه او مفروم، دي حاجه بترجع لنا احنا. انا بحب احط الاثنين، بحب احط الحزمه واحب احط كمان المفروم شويه، حاجه بسيطه. عندي كمان هنا توم يكون صحيح ما بتفرميهوش، لانه وقت الكوارع بياخد له من ساعه ونص لساعتين الا ربع عشان تبقى معاكي زي الزبده بتدوب في ايديكي، فبنخلي التوم صحيح فبيدوب معانا على طول، يعني بتلاقيه داب بقى معجون، نفس الفكره. عندي جنزبيل، كمون، كركم وشويه بابريكا، هي دي التتبيله، وملح وفلفل اسود طبعا لا اقل ولا اكتر، وميه مغليه، لا صلصه طماطم ولا كاني ولا ماني ولا بسلقها، لا انا بتبل وهوريكم ازاي دلوقتي. الزيت عندي المادة الدهنية باخد شوية زيت عادي او زيت زيتون براحتي خالص، انا بحب زيت الزيتون اللي هو الزيت البلدية او العود، بيبقى رائع جدا. وعندي حمص، الحمص ده ممكن استبداله بالفاصوليا البيضة، بيبقى حلو قوي، جربيه، لانه اي حد في الدنيا كلها بيجرب الكوارع المغربي بالطريقة المغربية غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. باخد شوية زيت زيتون الاول واقوم واخده الكوارع بتاعتي، هاخد هنا انا الحله بتاعتي وابتدي اتبل فيها، حطيتها هنا في شويه زيت زيتون وشويه سمنه، ابتدي احط سكنجبير اللي هو الجنزبيل، الكمون اللي هو احنا كمان بنقول له كمون، احنا في مصر بنتكى بس على الكاف كمون او على الميم كمون، بنزودها الشده، احنا بقى الكمون، ممكن تزودي زعفران شعره لو انت عايزاها هيبقى معاكي حلو، وممكن تحطي قرفه لو عايزه رشه قرفه حطي رشه قرفه، بس لا طماطم ولا صلصه طماطم، بابريكا ما نكترش منها كتير تبقى معانا حلوه، ملح وفلفل اسود، اهو الملح بتاعي والفلفل الاسود، في برضو اللي ما بيحبش يحط الملح دلوقتي، انا بصراحه بحب. عايزه بقى انت الشطه زودي شطه ناشفه، يا الله، يعني لو انت زي كده حطي الشطه هيبقى معاكي الموضوع رائع. بصوا منظرها، يعني حاجة من الحاجات الرائعة جدا واللي بجنن، تبقى جوسي، بيبقى لونها، شايفين الموزة اللي احنا عملناها امبارح؟ عارفين اللحمة اللي هي متغلفة كده وما تفهموش في حاجة حلوة فيها وخلاص. باخد بشوحهم شوية حوالي 10 دقايق واسيبهم يتشوحوا حلو جدا، واقلبهم وايدي فيهم، اخد التوم صحيح واحط، ممكن تكتري التوم اكتر من كده بيبقى حلو جدا وبيبقى رائع. بعد كده باخد البصل، ممكن اعمل بصلة، ممكن اعمل اتنين، ممكن اعمل 5 بصلات على حسب انا عايزة الصوص تقيل معايا قد ايه. انا بعشق الكوارع وصوصها يبقى كده تقيل، عارفين بمعنى تقيل، يعني انا عايزة الكوارع صوصها تقيل معايا. اخر حاجه بنسيبها هي الحمص، لو عندي الحمص، لو عندي الحمص ناشف ببيته ليله كامله منقوع في ميه عاديه من الحنفيه، اسيبه ليله كامله وتاني يوم اشتغل بيه، بس بحطه مع الكوارع والبصل على طول من الاول عشان ياخد سواه وياخد وقته. لو انا عندي الحمص بتاعي معلب زي ما انا هعمله بسيبه اخر 10 دقايق وبنزل بيه عشان، او الفاصوليا نفس الفكره نفس الحاجه، لو الفاصوليا برضو بايته ليله كامله في الميه ناشفه، يعني بنبيتها ليله كامله في الميه ونحطها مع الكوارع والبصل واحنا بنشوح، وبعد كده نزيد الميه او نضيف الميه. لو هي عندك معلبه هي والحمص بنضيفهم اخر 10 دقايق، ساعتين الا ربع، وبعد كده بنزود 10 دقايق نعيش فيها الحياة. هقلب هنا تقليبة، بقفل عليها واسيبها شوية حلوين، واقوم حاطة دي عشان تتنكه، وازود عليها بس في المرحلة الاولانية هوريكم، ما يعادل كوباية مية اهو، يا
يعني كوباية حلوة كده كبيرة، بسيبها تتشوح كده شوية 10 دقايق، وبعد كده بزود ايه، بزود المية فيها لحد ما اغطيها. المية اللي هتكفيني، ما خليهاش صايصة قوي، المية اللي هتكفيني لحد ما اظبطها حلو قوي قوي قوي. عندي هنا شوية من الكزبرة والبقدونس عادي مفرومين عادي جدا، بقدونس او كزبرة لوحدهم برضو الاثنين ينفعوا، او ندخلهم الاثنين. بخليهم اخر حاجة، بحط بس رشة بسيطة كده واقلبهم. انا بحب احساس الكزبرة والبقدونس وانا بستطعمهم، بيبقوا معايا حلوين. لو انت مش عايزة، هو الصح بتاعها ما بنعملهاش مفرومة خالص، بنعملها حزمة وبنشيل الحزمة واحنا بنقدم. لو بس جربيها بطريقتها، تعجبك جدا في الصوص لما بيبقى فيه كزبرة. لو ما عجبكيش الموضوع، ممكن تزيني بيها بس من فوق وخلاص. يبقى عندي الحمص اخر 10 دقايق والكزبرة اخر 10 دقايق برضو. تعالوا نشوف الكوارع او الهرجمة الكرعين ديالنا ابتدوا يغلوا معانا، وابتدى الموضوع يبقى معانا حلو جدا. هزود انا هنا المية بتاعتي خلاص اللي هتكفيني فيهم كمان شوية. الله، بغطيهم بس كده واقفل عليها، ما اعملش بقى فيهم اي حاجة. قفلت عليها، هسيبها كده الساعتين بتاعي النار هادية خالص مش متوسطة ارجوكم. والحمص وشوية من البقدونس مفرومين ناعم جدا، هنعملهم فين؟ في اخر 10 دقايق، يعني بعد ساعتين الا ربع نزود 10 دقايق كمان نحط فيها المكونين دول. باجي بقى انزل هنا اهو تمام بالحمص ديالي، وباخد شوية صراحة شوية، وده ضروري جدا بالنسبة لي أنا كزوزو، باخد شوية بس من هنا وزوده، يبقى معايا حلو جدا. واسيب لو أنا عايزة أعمله براحتي خالص، وأعمل كده بس ما عودش أقلب، لأن الحمص عندي اوريدي أساسا هو يعتبر مستوي، المعلب مستوي. بصوا بصوا منظر الكارع أساسا، يا الله